ماذا قال عيسى في مهده؟ قال إني عبد الله. فأول شيء صنعه برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، برأ الله عز وجل من أن يكون له ولد، فبدأ بالجانب الأعظم، بدأ بجانب الله، بدأ بما يتعلق بالله. ومن من دلالة كمال الإيمان وجلال اليقين وعظيم الأدب مع الله أن الإنسان لا يبدأ بالأدب مع أحد قبل أن يبدأ بالأدب مع ربه، ولا يعظم أحدا تعظيما يصرفه إلى ربه، فإن هذا والعياذ بالله وبال. لذلك المسيح عليه السلام أول ما بدأ عظم ربه. كيف عظمه؟ ذكر أنه عبد له، حتى لا يقال يوما من الدهر بوجه حق أنه ابن لله، فقال إني عبد الله، فبرأ جانب الله، نزه جانب الله، نزه المقام العظيم لربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.